اهلا وسهلا بمشاهدي ومتابعي اليوم السابع. بننقل لحضراتكم الآن مسابقة الصيد الدولية من داخل محطة لينينغراد الروسية، المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وهي تعد المحطة الأكبر والأأمن على مستوى العالم والممثلة لمحطة الضبعة المصرية. المقرر إنشائها وتشغيل المفاعل الأول بها 2028 المقبل بأعلى معايير الأمان، وتعتبر الأحدث والأكبر من حيث الساعة على مستوى العالم. الحقيقة شركة روزاتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بتقيم مسابقة للصيد الدولية بيشارك فيها أكثر من 10 دول من مختلف الدول التي يتم إنشاء بها محطات نووية. هذه المسابقة الهدف منها إثبات أن الثورة السمكية لا تتأثر بالطاقة النووية، وأن البيئة وتعتبر الطاقة النووية من أكثر أنواع الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة. من ضمن المشاركين طبعا الفريق المصري، عدد من الصيادين المصريين من محافظة مطروح من أهالي الضبعة مشاركين في هذه المسابقة للمرة الثانية، خاصة أن هذا الفريق ذاته شارك عام 2019 بنفس المسابقة وفاز بالمركز الأول، وبنأمل إن شاء الله أن هم النهاردة يفوزوا بالمركز الأول. نتعرف بحضرتك. مصطفى العتري صاحب محل أدوات صيد عمل حرة، يعني من محافظة مطروح، من سكان يعني قريب من محطة الضبعة. لا بعيد عن الضبعة، بس طبعا محافظة يعني محافظة مطروح نفسها. حضرتك أول شاركت قبل كده؟ لا أول مرة. حضرتك أول مرة شاركت. طيب انطباعك إيه عن محطة لينينغراد النووية، وخاصة إن هي تعتبر نفس محطة الضبعة اللي هيتم إنشاءها؟ صراحة ذهبنا لما دخلنا شفنا المنظر جوه، حاجة ضخمة بسم الله ما شاء الله يعني. ورأي حضرتك ايه في الحياه حواليها؟ شايف مثلا تخوفات؟ لا الدنيا حلوه زي الورد، زي ما احنا شايفين كده الزراعه شغاله، وامبارح نزلنا تجربه كده اهوت، لقينا ان في سمك يعني الحمد لله. والدنيا الحقيقه جميله يعني، مش مأثره في اي حاجه. تتمنى تشوف محافظه مطروح ومنطقه الضبعه تحديدا زي سوزانوفي؟ واتمنى اشوف المنظر الاخضر الجميل ده هو الجنب.